متتبعي قناة فونتكس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. إن شاء الله اليوم قد تشوفوا في واحد الفيديو سريع جدا واحد المسألة في اليوتيوب، هو كيفاش نردو أو لا كيفاش يعني نحولوا الفيديوهات ديال اليوتيوب للكتابة. يعني هذه المسألة الميزة زادت شحال هذه في اليوتيوب ما هضرتش عليها، ولكن دابا جات كما كنقولوا عاد تفكرت ورجع وقتها. الو ندخلوا اليوتيوب نمشيو شي الفيديو ديال اليوتيوب ايكون اكاي رتور بوتون الفيديو من داك الفيديو ديال داك العصامي، واخا ماشي شي ولكن المهم كاستي ريغيرش اوتر زاك فو فيديو تري با فيديو شورت ان ديريكت سبوت لايت اكسيون منو بوتون ابيسام الصانع عزور فيزاج افيك لا بوش ديز يوز اوفر اي لا تيت كي اكسبلوز انا التامر الذكاء الاصطناعي ينفذ 115 فيو il y a 8 jours public. شوفوا هذا الفيديو هذا غادي نخدمه وغادي نشوفوا كيفاش غادي نوصلوا وكيفاش غادي نديروا نحولوا داك الكتابه. كليكوا على الفيديو ابيسام الصانع عزور ليكتور فيديو كونسولت سبونسور انفورماسيون سور لان اكران اون سكوند افون بلان لانونس بو ديزورمي اينيوري انونس بوتون اينيوري انونس متتبع قناة فونتكس. الله تعالى وبركاته. نضرب عصامي جوج ديال الضغطات بجوج ديال الاصابع مفتوحه كيوقف الفيديو الور مباراه حتى نمشيو لهذا اللي سميتو هذا العلبه الوصف ولا البواط دو ريسبسيون ولا المهم ريدوير لا فيديو ليكتور كاستي سو تيتر دي اوتر اكسيون فيديو بريسيدانت ريفنير ان اريير دو 1 مينوت لير بوتون افانسي دو 1 مينوت فيديو سويفانت سويفي دو لا بوزيسيون تان ايكولي 6 سكوند بلان اكران بوتون سبونسوريزي كاندي كراش ساغا ديفلوبي دو بانو بوب تيليشارجي بوتون ابيسام الصانع عزور فيزاج افيك لا بوش ديز يوز اوفر اي لا تيت كي اكسبلوز جيو الاسم ديال اللي كاين ديال الفيديو كليكيو عليه بحال هكا ديسكريبسيون ان تيت فوالا اون بالايو فيرمي ابيسام On se clique sur j'aime. Vu. 24 juin de HTTP2. Musique. Ocean View. Autres actions. Musique. Bout. Transcription. En tête. Transcription. Ne perdez plus le fil grâce à la transcription. Voilà. Afficher la transcription. Bouton. Ne perdez plus. Afficher la transcription. Bouton. Afficher la transcription. Afficher le panneau en plein écran. Transcription. Voilà. En tête. Voilà. Sélection de la piste de transcription. Bouton. Voilà. Fermé. Bouton. زيرو سكوند متتبعي قناة هنفونتك السلام عليكم ورحمة بوتون وذاك الشيء باش بديت 3 سكوند الله تعالى وبركاته معكم محمد بوتون كما لاحظتوا كل ما كتزيد كيعطيك لي سكوند كيعطيك شنو قلتي فيهم 6 سكوند العصامي كنت وعدتكم بشأن التقاسم معكم أولا بوتون فوالا 9 سكوند باش ندير واحد الشرح بسيط لواحد التطبيق بوتون 12 سكوند إلي هو صانع لصور بوتون 15 سكوند أولا يعني بذكاء الاصطناعي شيء واحد بوتون 17 سكوند كيدير دولار رسومات الرسومات او الصور بذكاء بوتون 21 سكوند الاصطناعي هذا التطبيق اسميته الرسام بوتون كما لاحظتوا واخا انا كنهضر بالدارجه المهم كي هذا هذه المساله هذه ممكن انك ديرها المهم نديرو كنت وعدتكم باش غادي نتقاسم معكم اولا باش غادي ندير واحد الشرح بسيط لواحد التطبيق اللي هو صانع للصور اولا كما لاحظتوا داكشي اللي قلتو كله كاين تما كتابة. هاد المسألة غادي تنفعنا كتير 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 جدا فاش غنلقاو شي فيديو بلونجلي ولا شي حاجة أولا بشي لغة اللي مغنفهموهاش وغادي نبغيو نترجمو داكشي، ما علينا إلا أننا نجيو نكوبيو داكشي اللي تما، واخا راه مكاينش شي طريقة كبيرة ولكن الضغط بثلاثة أسابيع أربعة المرات أنك كتهز الجملة تهز جملة بجملة وتدير نترجمهم وهذا يعني هنايا كما كنقولوا غادي كما كنقولوا يحلوا واحد المشكل اون اتوندو يديروا لنا شي لعيبة فيها بقاو يلا سيليكسيون دو تاكس ولا يحطوا لنا تاكس مكمول ولا شي حاجة بحال هكا. هذا هو الشرح ديال اليوم، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في شرح قادم. تحياتي.